بينما يواصل الرئيس الفنزويلي أوغو تشافيز زيارته إلى إيران، تشهد بلاده عدة عواصم عالمية تظاهرات حاشدة، سواء للتنديد بسياساته أو للإشادة بالدعم الذي يقدمه للفقراء في بلاده. لا نريد تشافيز، نداء وجهه معارضو الرئيس الفنزويلي أوغو تشافيز خلال تظاهرات حاشدة في كاراكاس، احتجاجا على من وصفوه بالسلطوي القابع في قصر الرئاسة. غضب أنصار المعارضة فسر على أنه نتيجة لما تقول إنه ارتفاع بنسبة الفقر والفساد في البلاد، ومواصلة الرئيس لسياسة التأميم وقمع المعارضين السياسيين والزج ببعضهم في السجون. لكن شوارع كاراكاس لم تكن حكرا على أنصار المعارضة، فالموالون لتشافيز كثر، وجلهم من الطبقة الفقيرة التي تحسنت أوضاعها المعيشية بسبب الطفرة في أسعار النفط والسياسات التي يطبقها تشافيز. نحن نزلنا إلى الشوارع كي نقول للقائد تشافيز إننا معه. أيها القائد، قل لنا ما يجب علينا فعله، نحن في خدمتك. وكما في بلاده يوجد من يعارض سياسة الرئيس الفنزويلي في الخارج. في إسبانيا خرج المئات للتنديد بما يقوم به تشافيز، وخرج المئات من مؤيديه لإبداء التأييد والدعم له. في الهندوراس حملت المظاهرات طابعا نفطيا، إذ اتهم المتظاهرون ومن قبلهم من نفذوا الانقلاب على الرئيس مانويل زيلايا الرئيس الفنزويلي بشراء الغطاء السياسي بأموال النفط الذي تنتجه بلاده. أما كولومبيا الجار اللدود لفنزويلا فكانت شعارات مظاهراتها أكثر حدة، وحملت في طياتها تحديا مباشرا لتشافيز. الكولومبيون مستعدون للحرب، إذا أراد اغتيال نسائنا وأطفالنا فسنكون له بالمرصاد، نحن نعرف كيف ندافع عن ديمقراطيتنا حتى الموت. قد تكون شعبية تشافيز متدنية في الغرب وفي بعض دول أمريكا اللاتينية، إلا أن الشرق يضم بعضا من أقرب حلفائه. في إيران عرض الرئيس الفنزويلي دعمه المطلق لنظيره الإيراني بعد الانتخابات الرئاسية المشكك بنزاهتها، واتفق معه على نقل التعاون الاستثماري بين البلدين إلى مستوى أرقى بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 20 مليار دولار. حيدر الخير، BBC.